ناخد معايا اسئله شاشه استاذ حضرتك، اتفضل. نبدا بشويه اسئله شاشه. تعمقت لا لا شويه لا بس كويس، حاجات جميله واسئله مهمه جدا يعني. دي بالنسبه طيب السؤال الاول، ما هي اصعب اصابه تعاملت معاها في مشوارك؟ والله بص، يا يعني الاصابات اللي هي بتاعه التاهيل، يعني مثلا يبقى لعيب عامل رباط صليبي وراجع، واخد بالك، عامل مثلا غضروف وراجع، لكن الحمد لله ما يعني ما كانش في اصابات صعبه، لكن في اصابات انا افتكرها. مثلا كان عندي لعيب مانجا كان معايا في منتخب الشباب، ودخل الواحد في رجليه كسر له رجليه خالص، عصبت رجله، وده كان طالع ما شاء الله نجم من الاهلي، واضطرت ان هي عطلته اكتر من سنه في، وركبنا له مسمار وكده، ولعب صحيح بعديها بس ما كانش هو يعني. بالنسبه اللي هو كان طالع نجم كبير في الاهلي وموهبه، عطلته كتير يعني، دي يمكن اكتر حاجه. على ذكر الاصابات، اصابه زي بتاعت الونش الحمد لله خدنا يعني تاكيد ومعلومات ان الدكتور سمح له ان يبتدي ينزل التدريبات الجماعيه، دي تاني اصابه ورا بعض بقاله اكتر تقريبا من سنه. فالتعامل مع الاصابه دي وتجهيزها بقى لفتره غياب طويله وللي جاي في مركز الونش، مركز حساس، المفروض يتعمل معاه ايه؟ بص، الونش طبعا نمره واحد عدم استعجال، خلاص عدم استعجال، بالذات ان دي تاني اصابه. نمرة اتنين لازم يشتغلوا عليه زي ما قلت لحضرتك، اللي هي القياسات بقى. أنا بقيس العضلة، بقيس بشتغل معاه مرونة كويسة، بشتغل معاه تمارين ثبات. الرباط الصليبي بالذات محتاج تمارين تقوية وتمارين ثبات وتمارين مرونة، وكل فترة يتعمل له اختبار على الثلاث حاجات دول، اللي هي قوة العضلة والثبات والمرونه، لان هو شغله زي ما انت بتقول مدافع، محتاج جامب وتاكلينج وسبرينت بالظبط، محتاج مرونه انه مثلا يروح كده ولاعيب هيغزله فينزل معاه او يغير اتجاهه، الكلام دوت مهم جدا. فده اللي لازم الونش هو نفسه يبقى من جواه خلاص، هو عارف او قادر ان هو لا انا بتاع زمان يعني، قويت عضلتي اقدر اشارك، لكن ممكن اللاعب نفسه يستعجل، ودي احنا بقى اللي احنا بنفرملها، وهو ده خلي بالك اللي احنا بنقول عليه بقى، اللي هي العلاقه بين الكوتش والدكتور. لا ده هيلعب مثلا بعد كذا، لا ده هيلعب بعد كذا. فانا كان عندي لعيب زمان في البحرين اسمه سلمان عيسى، كان عنده عضله خلفيه ممزوقه، وبعدين ده كان نص فرقه البحرين ورايحين بطولة آسيا في الصين. فجه المدرب قعد معايا قال لي ده يعني ياخد قد إيه؟ قلت له ياخد 45 يوم. والراجل حسابها قال لي طب يعني إحنا في البطولة، قلت له ده لو عدينا التالت ماتش في اللي هي البطولة المجموعة الأول، المجموعة يعني أنت بتلعب ثلاث ماتشات عشان تتأهل، قلت له تالت ماتش ياخد منك 20 دقيقة. بعد كده الماتش اللي هو فيه تأهل هيلعب معاك ال 120 دقيقة، وقد كان الراجل خده يعني ايه حاجة مسلمة بيها، وفعلا أنا فوجئت بيه وبدأت أطلع بيه شوية 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 بعد ال 45 يوم، ودخل ولعب 20 دقيقة فعلا، الراجل سخنه بلعب 20 دقيقة، والماتش اللي بعديه لعب مباراة كاملة، كنا حتى بنلعب قدام فرقة أوزبكستان، فرقة قوية جدا ساعتها، و 120 دقيقة وكسبناهم يعني الحمد لله. السؤال الثاني، لاعب تعجلت بعودته للملاعب وكان يحتاج اللعب لفترة أطول. لاعب بص، أنا كان عندي زمان ما كنت شغال مع كرول، كان في لعيب أفريقي عندنا كان عنده مشكلة في العضلة الضمة، وكان الحقيقة تحت ضغط اللي برضه الكوتش يعني، لا انا محتاجه وانا عايز يلعب ولعب، وكان بيلعب ويصاب، كان بيلعب ويصاب، ودي من يعني من الحاجات اللي انا كنت بتعجل فيها فعلا يعني. السؤال الثالث، نمط حياه بعض اللاعبين يتسبب في تكرار اصابتهم. طبعا طبعا طبعا، احنا قلنا النوم كويس، الاكل كويس، الاهتمام بالاستشفاء، الاهتمام بالمكملات، الحاجات دي كلها
لو اللاعب ما اهتمش بيها هيتكرر اصابته. انا هتجنن من شكل اللعيب المصري وشكل اللعيب الافريقي، شكل اللعيب الاوروبي وشكل، شوف شكل الفرق مختلف في التكوين. فكنت نفسي اعرف ازاي دي نتفاداها، بس دي ممكن تكون يعني قصه طويله شويه. بس ناخد السؤال اللي بعديه. هذا اللاعب اصر على المشاركه وهو مصاب. اكيد كتير، لان هتلاقي لعيبه كتير مستعجله طبعا تلعب. كتير بدون ذكر اسامي يعني، بدون ذكر اسامي يعني. طيب السؤال اللي بعديه. حاله ملاعب الانديه في مصر تتسبب في كثره الاصابات اثناء التدريب. طبعا طبعا. الملاعب، بص الملاعب ده حاجه خطيره جدا، واحنا بنشوف لعيب بيجي له رباط صليبي من غير احتكاك. يعني لاعب ملعب النجيل بتاعه مش مظبوط، نجيله ناشفه، في نقره في الملعب. ده في النجيل الصناعي بقى دلوقتي هو المكتسح كمان. يعني والنجيل الصناعي ده خلي بالك بيجيب اصابات كتير. يعني النجيل الصناعي بيجيب اصابات الانكل، بيجيب اصابات في الحوض، الكور ماسل اللي احنا كنا بنتكلم عليها ديت، وبيجيب اصابات في الركبه كتيره، يعني بالذات اذا كانت النجيله النوع بتاعها مش سيء او عاليه شويه. يعني انا يحضرني مره لعيب كان بيلعب في النجيل الصناعي، كنا في البحرين في الدوري البحريني، محدش جه جنبه، مجرد ان الاستادز بتاع الجزمه شبك في النجيله، وقع جاله قطع في الرباط الصليبي. فطبعا الملاعب ليها دور كبير يعني. السؤال اللي بعديه. افضل لاعب في الزمالك بالموسم الماضي، زيزو، عمر جابر، حمزه المسلوسي. بصراحه عمر جابر، انا برشح عمر جابر، لان عمر جابر الحقيقه لعيب مفيد في كل حاجه، بيلعب باك يمين تلعبه، وبيلعب نص ملعب تلعبه، انت حتى لو عمر جابر لعيبته جناح يمين هيلعب، باك شمال هيلعب، باك شمال هيلعب. عنده اصرار ما شاء الله، يعني ما بيتعبش بسرعه، اداؤه في الملعب عالي، كورته حلوه. لا عمر جابر في رايي، عمر جابر يعني. السؤال اللي بعديه. لاعب رحل عن الزمالك تتمنى عودته، مصطفى فتحي، طارق حامد، مصطفى محمد. لا مصطفى محمد طبعا، مصطفى محمد. مصطفى محمد، مصطفى محمد. مصطفى محمد لا لعيب حاجة يعني، ما سنتر فيرود يعني، ما بيتكررش كتير في مصر يعني حقيقة يعني. السؤال الأخير. لاعب أتمناه بقميص الزمالك، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، فيستون مايلي. لا ابراهيم عادل. ابراهيم عادل مع حضرتك في المنتخب الاولمبي كمان. لا غير كده، هو اولا ابراهيم عادل لعيب امكانياته عاليه جدا فنيا، وولد عنده اصرار ومؤدب ومحترم، واخد بالك شخصيه بره الملعب وداخل الملعب ممتازه، ودي خلي بالك من الحاجات المهمه جدا، اهم الحاجات اللي لازم تراعيها في في اللاعب يعني، في الانديه الكبيره تحديدا. ايوه محترف يعني، وبيحترم الكبير، وبعدين برضه بيسمع الكلام يعني، بيسمع كلام الدكتور. هو صحيح احيانا بيبقى زعلان ان هو ما بيلعبش، بس في الاخر بيسمع كلام الدكتور بيقوله له يعني.